الرئيس عبد المجيد تبون ومؤسسة وطنية. إن اجتماعنا اليوم يمثل مناسبة أخرى لاستعراض وتقييم واستخلاص حصيلة التعاون القائم بين بلدينا منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى الملتئمة بتونس في مارس 2017، ولعل شروط انطلاقة جديدة لتعاوننا قد التأمت، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ديسمبر 21 لتونس الشقيقة، والتي كللت بنجاح باهر، حيث وقع الجانبين على ما يربو على 27 اتفاق، وحث الرئيسان وقتها على اعتماد مقاربة جديدة ترقى بعلاقاتنا إلى أفق أرحب وتنتقل إلى مرحلة جديدة. ومن هذا الباب سعينا إلى أن تشكل هذه الدورة إسهاما في تعميق الشراكة الثنائية عبر بلورة مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد والتنمية في بلدينا وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة في عالم يموج في تحولات وتنذر أحداثه المتسارعة بعديد المخاطر والتهديدات والتحديات.